بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. عايز بس قبل ما نتكلم عن ماتش النهاردة، عايز أتكلم في موضوع بدأ بصراحة يزيد شوية ولازم نتكلم فيه. احنا مش هنسكت، لازم هنتكلم فيه، هنتكلم فيه بكل أدب وهنتكلم فيه بالمنطق. الموضوع ده ليه تأثير مباشر على النتائج في المرحلة اللي جاية، والموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه، يمكن اتكلمت سريعا الاستوديو اللي فات عن الأخطاء التحكيمية. الأخطاء التحكيمية عمالة تزيد، ده احنا لسه بادئين الدوري، احنا لسه في الأسبوع السابع النهاردة، والأخطاء التحكيمية بنشوفها من كل ماتش للتاني بتزيد، وبتيجي بقى دلوقتي في مصلحة أطراف على حساب أطراف تانية. أنا ما بقولش كده إن ده بيحصل عن طريق العمد أو القصد، لا 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 مش قصدي كده خالص، لكن اللي بيحصل ده في ظلم لطرف على حساب طرف آخر. الأخطاء خلي بالكم لو لاحظنا في الماتشات، تعالوا نيجي نشوف ماتشات النادي الأهلي، أخطاء متكررة والأمور محتاجة بس شوية شفافية. والشفافية دي بتيجي منين؟ من اتحاد الكورة، أكتر من اتحاد الكورة. طبعًا لجنة الحكام دي حاجة رئيسية، لكن في فوق كمان اتحاد الكورة، في وقفة في اختيار الحكام. انت لما تيجي تختار حكم، حضرتك لما تيجي عايز تجرب حكم تروح جاي مديله ماتش كبير؟ لا طبعا، المفروض تبتدي واحدة واحدة معاه. انما انت بتجربي حكم توديه للأهلي، توديه للزمالك، توديه للبيراميدز، ماشي بتوديه. انما اللي بيحصل معانا يعني فاق الحد، انا بتكلم عن النادي الاهلي، فقال حد واحنا لسه في الاسبوع السابع. لا، لما تيجي تجرب يكون الحكم واثق من نفسه وعنده شخصيه، لان في حاجه تانية كمان زياده غير الحكم، الحكام اللي بره اللي قاعدين على الفار، تقنيه الفار دي المفروض انها تقلل الاخطاء. لا ده احنا بنشوف العكس، المفروض تقنيه الفار علشان تدي كل طرف حقه، لا اللي بنشوفه ان الفار نفسه بيكون ظالم. يعني الفار نفسه هو اللي بيبقى ظالم. وساعات ايه كمان بقى؟ الفار على المزاج، يحسب على ايه وليه رغم ايه، ان عنده فرصه افضل يشوف وعنده وقت. ده احنا ساعات بنشوف 4 و5 دقايق في حاله ما تاخدش نص دقيقه. يعني لو المباراه اللي فاتت يمكن انا انفعلت شويه على حاله واحده اللي هي التسلل، دي حاله تسلل انت مش هتحتاج فيها الحكم، انت بتنزل لي خطوط افقيه وخطوط راسيه وتعرف اذا كان الراجل ده متسلل ولا لا. احنا شفنا في الماتش ده الحكم بيتكلم عن ايه؟ اهي بتتكلم عن ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ دي حاله قدامك انت اللي بتاخد فيها القرار، بتكلم الحكم في ايه؟ دي ولا وجهه نظرك ولا وجهه نظر الحكم، ولا حاجه تقديريه منك ولا حاجه تقديريه من الحكم، ده تسلل وعندك انت الخطوط. ايه دي؟ واربع خمس دقايق ليه؟ بتعمل ايه في 4 5 دقايق؟ والفار على الكيف، مره نلاقيه بيعمل حاجه النهارده هي الماتش اللي بعده مش لينا، لحد تاني نلاقيه بيعمل حاجه تانيه خالص، وبيحسب مثلا خطا على طرف وهو اصلا مش صح. طب ليه؟ بتعمل كده ليه؟ يعني دي قلة خبرة ولا قلة تدريب ولا قلة تركيز؟ ايه؟ أنا عايز أعرف. طب اتحاد الكورة شايف الأخطاء المتكررة ديت ايه؟ مش لازم ياخد موقف؟ أنت يعني طب درب الحكام، يمكن في تقصير في الناحية دي. ليه ما بتعملوش محاضرات للحكام؟ ليه ما بتعملوش محاضرات لحكام الفار؟ حد يقول لهم إن كده صح، كده غلط، لازم يتعمل كذا، لازم يتعمل كذا. بصوا احنا هنا في قناه النادي الاهلي دايما بنساند التحكيم المصري، يمكن احنا حتى في كل ماتش بنقول ايه، نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم، وبنقول لهم احنا دايما في ظهركم، ولازم تظهروا بصوره جيده، ولازم تتعاملوا بصوره جيده، وتاخدوا حقوقكم، تاخدوا حقوقكم الماليه اذا كان ليكم متاخرات. واول ناس طالبنا بتصحيح اوضاع الحكام ووضعهم في موقف افضل هنا في قناه الاهلي. لكن لابد من لجان ودورات تدريبيه لتطوير التحكيم. ما انا عمال اتكلم وهاتي
وغير يتكلم ويهاتي، وكل مره بنشوف برضه نفس الظلم. وبعدين لازم مستوى التحكيم عندنا يكون افضل من كده بكتير. يعني انا مش مثلا تشوف لي مثلا ايه حكم الاقيه في الملعب بيزعق وعمال يزعق اللعيبه ومترفز على اللعيبه، وحكم عايز يظهر في الصوره والكاميرا. يعني انا بشوف حكام بصراحه، يعني انا مش عايز اتكلم، يعني مثلا حكم يجي يدي لعيب انذار تحس انه قرفان منه، يعمل له كده كارت الاصفر كده، ايه دي؟ ما تدي له كارت كده. حكم بيجي يكلم لعيب او يكلم حتى واحد بيعترض بره، تحس انه ناقص مثلا يطلع له الشبشب ويضربه. هو فين لجنه الحكام واتحاد الكره من ده؟ يعني كل دي اخطاء، لازم الحكم يعرف يتعامل ازاي كمان مع اللعيبه في الملعب. يعني الماتش اللي فات شفنا حكم، مع احترامي ليه كابتن محمد يوسف، خلى الشناوي يخرج عن شعوره، ومع ذلك الشناوي ما غلطش. يعني ممكن يكون اعترض، بس انت اللي خليته كده، انت اللي وصلته للحاله ديت. مش انت، خلي بالك بعض الحكام، يمكن كان في حكام زمان يعني ربنا يرحمه الكابتن محمد حسام واحد منهم، لما كان في الملعب بيعرف يتعامل معاك ازاي، لما انت بتكون متنافس بيعرف هو يهديك ازاي، بيعرف يتعامل مع الناس اللي بره ازاي. ده المفروض تكون في شخصيه الحكم. مش حكم مره يزعق، ومره حكم يكشف وش لعيب، ومره يديلك انذار بقرف. ايه دي؟ مش فاهم انا. احنا شايفين اليومين دول كوارث بتحصل. بصوا، مش هنقول انها متعمده او عن قصد، لا لا سمح الله ما بنقولش كده، ولكن لما تبقى متكرره، لا دي اخطاء بتضيع حقوق ناس لحساب ناس تانية من اول الدوري، من اول الدوري. وبعدين في حاجه تانية انا عايز اكلمك فيها حضرتك، لجنه الانضباط اللي في اتحاد الكوره اللي بتعاقب مدرب ومدير كوره ولعيب، وايقافات وغرامات ماليه كبيره زي 50,000 جنيه. طب انا عايز اقول لك حاجه، معظم الناس اللي هي كانت بتعترض ديت، يعني اللي كانوا بيعترضوا مين؟ هم الثلاثة، كان كابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن حلمي طولان، وكابتن هاني سعيد من بيراميدز. انت دلوقتي خدت القرار بناء على ايه؟ انا بعترض، هو انا ممنوع ان انا اعترض ولا ايه؟ افرض انا بعترض بادب وبقول للحكم والله انا شايف ان ده غلط، لا ده قرار غلط، انت كده خلاص تروح مديني عقوبه؟ طيب ابسط مبادئ العدل، ابسط مبادئ العدل، انت عايز تديني حقي وعايز تاخد انت حقك، اعمل تحقيق. وافرض الحكم ده كتب في تقريره حاجه ما حصلتش، روح انت مديني غرامه من غير ما تعمل تحقيق معايا؟ مين اللي قال كده؟ دي ابسط مبادئ العدل يا اخي، اعمل تحقيق معايا. اتحاد الكوره فين؟ انا عايز اعرف حاجه، فين اتحاد الكوره من عقوبات الحكام؟ يعني انا دلوقتي لجنه الحكام ما بتعملش حاجه، ماشي هنقول متجاهله الحته دي، او هي شايفه ان الراجل ما اخطاش، او شايفه الحكام ما بيغلطوش، ماشي. ايه دور اتحاد الكوره؟ لا ده مش منطقي، كل ده مش منطقي. اتحاد الكوره الحكام، خلي بالكم الحكام منظومه كبيره جدا، واساس في قطاع الكوره، اساس كبير في المنظومه. ضعف المنظومه دي هياثر سلبي على منظومه الكوره في مصر، هياثر على المنظومه بتاع الدوري المصري في الدوري المصري في الشرق الاوسط. الدوري المصري المفروض انه اقوى دوري في الوطن العربي الشرق الاوسط، لازم كمان التحكيم فيه يكون على اعلى مستوى. انما يعني مش منطق ان احنا نطبق تقنيه كمان الفار والاخطاء تيجي في كل ماتش بالطريقه دي. ده احنا لسه في بدايه الموسم، احنا بنتكلم في الاسبوع السابع، ولكن احنا برضو مستمرين في دعم التحكيم المصري، وان لازم يكون له دور كبير في البطولات الافريقيه والبطولات العالميه، وهنطالب بحصول الحكام على حقوقهم. ولكن لازم تطور وترفع مستوى التحكيم في مصر، لازم تطور ترفع المستوى علشان يكونوا هم كمان ناس على قد المستوى. بمناسبه كلامنا بقى عن التحكيم، بنتمنى الشفاء للكابتن امين عمر، الحكم اللي كان مكلف النهارده باداره ماتش الاهلي والانتاج الحربي بعد اصابته بفيروس كورونا، وتم استبداله بالكابتن محمد عادل اللي هيدير لقاء النهارده، ونتمنى له التوفيق كالعاده ان شاء الله. ماتش النهارده ماتش مهم جدا للاهلي، 3 نقط من اجل الحفاظ على الصداره اللي احنا رجعنا لها المباراه اللي فاتت، والاستمراريه على القمه اللي احنا لما بنقعد فوق ما بننزلش ولا بننزل عنها لحد الاسبوع الاخير ان شاء الله.
طبعا ماتش صعب جدا النهارده لانها في مواجهه الانتاج اللي هو تحت قياده الكابتن مختار مختار. كابتن مختار دايما طبعا كابتن مختار غني عن التعريف ومدرب خبره ودايما بيجيد اللعب قدام الانديه الكبيره. ولو احنا فاكرين السنه اللي فاتت لما كان حاصل كورونا وقعدنا فتره كبيره جدا في راحه وبعدين جينا لعبنا الانتاج الحربي والانتاج كان عنده 9 لعيبه عندهم كورونا والكابتن مختار يمكن لعبنا بمجموعه من الاحتياطي عملوا ماتش كويس علينا واحنا يمكن البدايه بتاعتنا يعني ما كانتش على نفس مستوى الحدث او نفس مستوى المباراه فجابوا فينا جول واحنا تعادلنا في الاخر 1-1. فدايما اي فريق تحت قياده الكابتن مختار بيظهر دايما بمستوى طيب. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده وباذن الله يحالفنا المكسب باذن الله. هنروح بقى لمراسلنا في الملعب شريف شعبان نطمن منه على الاجواء والاخبار هناك. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل مباراه في غايه الصعوبه، مباراه قويه جدا ما بين الاهلي والانتاج الحربي اللي هتكون في الـ7:30 طبعا على استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يكون التوفيق النهارده من او مع النادي الاهلي، ووفق طبعا طاقم التحكيم بقياده الكابتن محمد عادل اللي هيكون حكم المباراه النهارده ويدي الفريقين حقهم باذن الله ويعمل مباراه تليق باسم محمد عادل. هيساعدوا النهارده احمد توفيق ورجب محمد ومحمود رشدي وحكم فيديو محمد عباس قبيل ومساعد ابراهيم محجوب. يا رب باذن الله النهارده يكونوا موفقين الى حد ما باذن الله وحد كبير ويدي للفريقين حقهم باذن الله. يمكن الاستاد استعد على اعلى مستوى، الفريقين وصلوا منذ حوالي ربع ساعه، يمكن مستر بيتسو موسيماني حريص يمكن امامي الان في ارض الملعب يتفقد ارض الملعب وبيتكلم مع محلل الاداء، يمكن بيتكلم معاه في غالبا 1000000% في امور الماتش. امبارح يمكن الراجل في المران الاخير كان مران مغلق ولكن جرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز البكرايت، يمكن جرب فيه اكثر من لاعب، ممكن النهارده نلاقي لاعب جديد في البكرايت وارد بكل قوه، ممكن نلاقي الجناح الشمال ممكن يبقى فيه تغيير عن المباراه اللي فاتت. امبارح كلها اوراق، كلها مستر موسيماني يحاول ويجرب كذا لعيب لان عنده جاهزيه كتير جدا الحمد لله ما شاء الله، جاهزيه كتيره جدا فبيساعده على الاختيارات ما بين اكثر من لاعب. غيابات النادي الاهلي النهارده يمكن عمرو السوليه لعدم الجاهزيه، مروان محسن عدم الجاهزيه، محمود وحيد امبارح شارك في المران واعلن جاهزيته ولكن فضل مستر طبعا بيتسو راحته النهارده، اجاي خلاص بيقترب من العوده مره اخرى يمكن في خلال اسبوع واقل باذن الله يكون متواجد مع زملائه في التمرينات. يا رب باذن الله قائمه الاصابات تخلو من لاعبي النادي الاهلي وما شاء الله والحمد لله طبعا قائمه اصابات في الكورونا زيرو كورونا، يا رب باذن الله تكمل كده لنهايه الموسم وما نعديش باي ازمه تعطل النادي الاهلي في لعبته او جهازه الفني. مباراه قويه، مستر بيتسو موسيماني حذر من خطوره فريق الانتاج الحربي واتكلم مع اللاعبين امبارح في المحاضره الفنيه اللي استمرت حوالي نص ساعه والنهارده كمان في الفندق على خطوره فريق الانتاج الحربي، واجب احترام فريق الانتاج الحربي مع مدير فني كبير ومدرب طبعا مدرسه النادي الاهلي الكابتن مختار مختار، وزي ما حضرتك طبعا قلت كابتن ايمن بيحرج الفرقه الكبيره وبيعرف يلعب امام الفرقه الكبيره، حذر من خطوره فريق الانتاج الحربي وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر عشان يسهلوا المباراه وتنفيذ تعليمات مستر بيتسو موسيماني بكل عزافير عشان يقدروا يفوزوا النهارده باذن الله. يا رب باذن الله نفوز النهارده ونحصل على 3 نقاط عشان نحافظ على القمه زي ما متعودين، النادي الاهلي ما بيركب ما بينزلش، يا رب باذن الله يتوج النهارده او يفوز النهارده ب3 نقاط باذن الله ويكمل في الصداره الى نهايه الدوري الممتاز ونفوز باللقب. دي كل اجواءنا في استاد الاهلي والسلام، يا رب باذن الله النهارده يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز على فريق. طمني يا شريف على حاله علي معلول ومحمد هاني النهارده. امبارح بالامس شارك في المران بالكامل علي معلول ومحمد هاني ويمكن قضوا المران من اوله من اول دقيقه لاخر دقيقه على اكمل وجه واعلنوا جاهزيتهم، ولكن امبارح مستر بيتسو موسيماني جرب في ناحيه اليمين اكثر من لاعب، يمكن 3 لعيبه ادى لهاني جزء وادى لبيكهام جزء وادى لاكرم جزء. مين ممكن يلعب النهارده؟ انا تخيلي ممكن يلاقي وجه جديد في مكان البقريت، لكن معلول امبارح ادى المران بكل جاهزيه واعلن طبعا جاهزيته لهذه المواجهه وعنده بديل قوي جدا جدا هو ايمن اشرف ما شاء الله اللي بيلعب في مركز الباك ليفت او في السيرد باك ايا كان متواجد النهارده ايمن اشرف باذن الله هيأدي، وعلي معلول باذن الله النهارده باذن الله يكون له دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان، كل التوفيق للنادي الاهلي في ماتش النهارده ان شاء الله والمباراه القادمه طبعا باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مليهوب، كابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن، ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيك مشرفنا. يا كابتن ايمن اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كابتن، تمام منورنا. كابتن علاء ميهوب منورنا. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن اسامه عرابي. اهلا بيك شرفنا كابتن. الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن منورنا كابتن. اهلا وسهلا. كابتن شريف، ماتش النهارده نخش فيه على طول. بعد ما شفنا الماتش الثاني الشوط الثاني للنادي الاهلي الماتش اللي فات، وشفنا شوط من احلى الاشواط، النادي الاهلي عايز يكمل مسيره الانتصارات والاداء الحلو النهارده. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا يعني الحقيقه انت خدت الكلام اللي انا كنت لسه هفتحه او هتكلم فيه. احنا لن نتنازل الا عن هذا الاداء الحقيقه. وقلنا بنشكر فرقه سيراميكا انها اظهرت معدن لعيب النادي الاهلي، اللي احنا بقينا فتره كبيره قوي بنبحث عن الفوز والاداء. نقول لك بالمره كابتن تشكيل فرقه النادي الاهلي النهارده. ماشي، هيبقى محمد الشناوي حارس المرمى، وناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ايمن اشرف، الاثنين اللي قدامهم خط النص اليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثه الوسط الهجومي هيبقى كهربا قفشه حسين الشحات، وقدام والتر بواليا. نقولهم مره ثانيه برضو، الشناوي وناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، الاثنين اللي قدامهم خط الوسط الدفاعي هيبقى اليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثة اللي قدامهم خط الوسط الهجومي كهربا قفشة حسين الشحات، وقدام راس حربة والتر بواليا. يعني زي ما انت اتكلمت وقلت، احنا بناخد من ايجابيات المباراة اللي فاتت حتى في التشكيل واضحة، دخول قفشة في الشوط الثاني، دخول كهربا عمل فرق كبير جدا، وبقية اللعيبة اللي كانوا موجودين. اكرم توفيق الحقيقه بقى جوكر، بيلعب في اي حته، بيستعين بيه باك رايت، بيستعين بيه في نص الملعب، بيستعين بيه ديفندر. الراجل ابتدى تبقى عنده عاده حتى ويكمل في منطقه الجزاء، واحرز هدف قبل كده. فطول ما انت عندك اكتر من لعيب في كل مركز بتقدر يعني تستخدمه كباك رايت، كهاف ليفت، كحاجات بتتغير بين حسين الشحات وكهربا وقفشه وطاهر محمد طاهر ساعات ووتر بواليا، بيخش في نفس المنظومه دي ويشوف يحس بتحركات لعيبه النادي الاهلي. يعني لو هو كان موجود في الشوط الثاني، التوزيعات اللي حصلت بين قفشه وكهربا ورؤيه الملعب والكلام من ده، اكيد النهارده هيبقى له شكل ثاني. اتفرج حتى بعد الماتش على الاداء اللي حصل، ازاي الكوره بتحصل اتاكن، ازاي بيحصل الكونتر اتاك بتاع لعيبه النادي الاهلي بسرعه، ازاي بيشوفوا بعض. يمكن هو كان عنده يعني سوء حظ في الكوره اللي جات له هو والجول، واللعيبه بشماله ما جاتلوش ده ما هو عايز يعني. انما اللعيبه كلها بتخش في الفورمه، طول ما المدير الفني بيلاقي اكتر من لاعب عنده في اي مكان، فبيبقى عنده بيبحث دايما على المستوى الاول ايمن، عايز يدور على اللعيبه اللي بتحقق له ما حدث في الشوط الثاني في ماتش سيراميكا. فهو ده اللي احنا لازم نتنازل عنه. ليه؟ لان شكل النادي الاهلي كان شكل حلو قوي. صحيح. اهداف راحت زي ما انت كتبت على الحكام، اضعوا لنا اهداف يمكن كانت ممكن تغير في المباراه. بيبقى دايما عندنا اي تاخر في اي حاجه بسبب بفعل فاعل. يعني احنا ما زلنا تيشيرت النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي موجوده في الملعب. طب. وثقافه التعامل مع كل الناس. طب. فده ما يبقاش على حسابنا احنا كفي النتائج. انما الحمد لله ان لعبتنا على وعي، ولعبتنا ببرفورمانس عالي جدا، وما زالوا بيلعبوا على المستوى الاول وعلى شكل زي ما انت قلت في بريمو وانت بتتكلم، ان بيطلعوا خلاص مش هينزلوا تاني ان شاء الله. وانا كمان في الملعب ببقى عايز حاجه واحده من التحكيم بس كده، يديني حقي بس كده، بس العداله كده. اللي هو الفار بيتكلم عليها العداله، هو الفار بيحقق ايه بالزبط. غير العداله للعيبه كلها واللي بالفرقه دي ومن الفرقه دي. يعني احنا لما بيجي علينا اي ضرب جزاء، بيجي علينا فاول، ما حد كلنا بنمتثل. لا بتشوف لعيبه عندنا بتعترض، حتى لو لعيب اتطرد من عندنا ناخد بعضه ويطلع بره خلاص، انه قاري الحكايه كلها. مزبوط. عارف انه مفيش فايده ادام القرار اتاخد، وكان احنا عايزين معامله بالمثل، مفيش اكتر من كده. بطالب الحقيقه اللعيبه، انا عارف ان هم بيلعبوا ماتشين في الاسبوع، ضغط عصبي عليهم، ضغط نفسي، ان انت دايما بتحافظ على الليدر اللي انت بتحافظ على الاول دايما. باذن الله يكون ليهم نفس المستوى اللي احنا اتفرجنا عليه في الشوط الثاني مباراة سيراميكا باذن الله رب العالمين. نقول برضو الاحتياطي النهارده هيبقى علي لطفي حراس المرمى، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد شريف، وليد سليمان، سعد سمير، صلاح محسن،
طاهر محمد طاهر ومحمد هاني. كابتن علاء، شفنا الماتش اللي فات الشوط الثاني بالذات لما اتغيرت طريقه اللعب، مستر موسيماني غير طريقه اللعب، كنا بنلعب 3 في نص الملعب، نلعب 4-3-3، وبعدين نزل الشوط الثاني قفشه وكهرباء وغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1، وهي الطريقه المحببه لينا كنادي اهلي. وشفنا ان ده عمل تاثير ايجابي جامد جدا الشوط الثاني. شفنا وان سايد جيم. هو بص، ما ينفعش تلعب من غير زي ما بيقولوا رقم 10، مش انت، مش النادي الاهلي، لانك انت كل خطوطك متكامله الحمد لله. لكن دايما عندك حد اللي بيعمل الفرق، اللي عمل الفرق الشوط الثاني هم هيجوا بالترتيب كده. محمد مجدي وتحركات كهرباء. انت محتاج حد كده. لو بتضطر في اوقات تلعب يعني لعب الشوط الاول مضطر تلعب بثلاث، انت يعني ضيعت 45 دقيقه مباراه سابقه ملهاش اي لازمه خالص. لان كان ما اعرفش مستر مسمان كان ايه وجهه نظره، لكن هو ليه كل الاحترام طبعا، لكن ما ينفعش تلعب من غير صانع العاب. كويس. على حسب الشكل نفسه، يعني في اوقات وليد بيلعبها بس مش صانع العاب اكتر، ما هو بيبقى مهاجم تاني وخطر جدا. مجدي، محمد مجدي، لا صانع العاب اللي بيعمل لك دايما التمريره الخطره في اخر الثلث الهجومي بيعمل معاك الفرق. يعني محمد مجدي هو اللعيب اللي بيعمل الفرق بينه وبين اي لعيب تاني، عشان كده اللعيب رقم 10 وصانع العاب ايمن بتبقى عمله نادره قوي، راجل مميز كل الانديه بتبص عليه، لانك انت سهل انك تدافع على فكره، سهل قوي انك تدافع مفيش اي مشكله، لكن هو صعب انك تهاجم. نادي الاهلي نادي هجومي، كرته هجوميه طول عمرها هجوميه. صحيح. لكن الشوط الاول ما كانش عنده حد يعمل الفارق، الفارق كان مع واحد عايز يعمل اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره مع محمد مجدي، تحركات كهرباء. عشان كده تحس الشوط الثاني كان بيتكلم كابتن شريف دلوقتي ان النادي الاهلي بادئ المباراه من الشوط الثاني بادئها ضغط كويس قوي، ضغط هجومي على فكره، لان سيراميكا كان اكتر حاجه بيعملها عايز يقفل مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، ونجح في الشوط الاول لان ما كانش فيه خطوره، الراجل اللي بيعمل اللمسه الاخيره او الحاجه الخطر مش موجود، فبالنسبه له كان مستريح. لما محمد مجدي لعب، لما كهربا نزل كمان، ويحسب لمستر موسيماني ان هو ما استناش في التغييرات دايما بسرعه، لان هو بيلعب على 3 نقاط ما عندوش وقت يضيعه، وسيراميكا ما بيلعبش غير على نتيجه واحده بس وعايز يطلع بنقطه المباراه دي. فهي دي كانت المباراه كده، ناس بيدافع كويس قوي وانت مديله فرصه في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني لا، المفاتيح لعبك بقت كتير قوي. صحيح. ضغطك الهجومي بقى كتير جدا، ضيعت جوال كتير قوي، احرزت اهداف، كل هجمه عندك ممكن يبقى عندك خطوره، ممكن تجيب هدف. عشان كده هو ده الفرق بين النادي الاهلي الشوط الاول والنادي الاهلي الشوط الثاني. صحيح. كمسامة، عايزين نعرف رؤيتك لماتش النهارده، خصوصا بعد البدايه الغير متوقعه للانتاج الحربي وكابتن مختار، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكابتن اسامه، كنا بنقول قبل الفاصل رؤيتك للمباراه النهارده، وخصوصا بعد البدايه اللي ما كناش متوقعينها للانتاج الحربي ومشوار الفرقتين في الخمس مباريات لحد دلوقتي في الدوري العام. بالنسبه للانتاج سريعا، انتاج كسب مباراه المقاولين اللي قبل اللي فات، وعمل احسن مباراه لي رغم هزيمته مع بيراميدز في خسارته 3-2 المباراة الأخيرة في آخر 5 دقايق. يمكن النتائج هي الأولانية هي اللي ما كانتش مناسبة، اللي هي الخسارة من سيراميكا. بالمناسبة كمان يا كابتن، هو عمل مباراة حلوة قوي مع الإسماعيلي 3-3. مباراة طبعا الإسماعيلي 3-3 كانت هايلة وكان ممكن يكسبها، لكن الفرص كانت هنا وهنا كتيرة قوي، كان ممكن الماتش ينتهي لحد فيهم. مباراة البنك الاهلي وسيراميكا على اساس اسما ان هم صاعدين من الدرجه الثانيه، لكن هم الاثنين غيروا لعيبه، معظم اللعيبه لعبت في الدوري الممتاز ولعيبه ثقيله، الخسارتين دول هم اللي كانوا مفاجئين شويه على اساس ان الانتاج متمرس في الدوري الممتاز بقاله فتره، لكن برضو معذور الكابتن مختار انه عناصر كثيره اتغيرت عنده في الفرقه في وقت ضيق، وخاصة أكتر لاعب فارق معاه كتير قوي عامر. مفيش شك إن عامر كان بيبقى ليه أدوار رئيسية في أداء الإنتاج السنين اللي فاتت، لأنه كابتن مختار بيحب يلعب لعب هجومي كتير قوي، يعني من المدربين اللي مبدأه اللعب الهجومي مهما كانت قوة المنافس. مزبوط. يعني هو حتى ما بيفرقش هو بيلعب مثلا الفرق الصغيرة او الصاعده او بيلعب الاهلي والزمالك وبيراميدز، هو بيحب يلعب على طول بشكل هجومي ما فيهوش تحفظ كبير. انا عايز افكرك بحاجه بعد ما رجعنا من الكورونا السنه اللي فاتت في الموسم اللي فات،
لاعبنا الانتاج الحربي كان عنده 9 حالات كورونا، كانوا غايبين يعني اكتر تقريبا فريق غايب عنه، مع ذلك بدا هو بالهجوم، جاب فينا جول واحنا تعادلنا 1-1 نهايه المباراه. مظبوط، ما انا قلت لك هو ده مفهوم الكابتن مختار على طول، ولذلك بتلاقي ساعات تبقى النتائج عاليه جدا، واحيانا لما الفرقه بتتفتح قوي تلاقي ان النتائج اللي بتغلب بيها زي ما حصل في البنك الاهلي 3، زي ما حصل اسماعيلي 3 في التعادل، 3 جوان رغم ان هو جاب 3 اهداف بس جه فيه 3 اهداف، هو ليه 5 وعليه 11. خلي بالك هو ثاني اضعف خط دفاع بعد الطلائع، ما انا بقول لك لان هو في 11 جول، لان هو بقول لك على طول عنده القرار الهجوم، اللعيبه واخده على كده، هو معود اللعيبه على كده، فبيحصل ثغرات كتيره شويه ورا، فكان عامر نقطه امان ليه بخبرته الكبيره يعني في ماتشات قدر ينقذ. بص اللي على الشاشه ده بدايته معانا في الماتش اللي انا بقول لك عليه، اللي هو دي البدايه، ده في اول دقيقتين. ما انا بقول لك هو تملي عنده دي اللي هي الجزئيه المبادره في الهجوم يعني. فكان عامر طبيعه الحال الديفنس بيتفتح شويه، عامر كان بيشيل حاجات كتيره ومؤثره. احمد يحيى جون كويس وكل حاجه، بس خبرته طبعا مش كبيره زي عامر، فدي يمكن اللي مخليه الموضوع اصعب على الكابتن مختار. برضو اذا حب يعمل كده النهارده هيتاثر، لان النادي الاهلي شفنا الماتشات كلها اللي فاتت بيخلق فرص كتيره جدا، رغم انه بيعيب على في بعض المباريات يا اما ما بنستغلش فرص كتيره، صحيح مش هنجيب كل الفرص لكن في فرص كتيره سهله بتضيع، شفنا في مباراه سيراميكا كم الفرص اللي ضاعت، مع ذلك كسبنا 2 ماتش دجله. طب انت ضيعنا فرص كتيره ما جبناش كويس. انت كمدير فني اللعيبه بتخلق كم هايل من الفرص، الافضل انك تخلق الكم دوت من الفرص وتطلع كسبان تبقى مبسوط، ولا هتبقى في الاخر برضو زعلان انك انت بدل ما تكسب 2 طب ليه ما كنتش كسبت 5 كسبت ما كسبتش لي 6؟ بص المفهوم الاولاني للمدرب انه عايز يؤدي اداء يكسب ويؤدي اداء كويس. ده الاول كويس، بس انت لما بتحس ان فرقتك بتخلق عدد فرص كبيره وبتضيع لا طبعا بتبقى زعلان انك انت نفسك انه بدل ما تكسب 1 تكسب 3، بدل ما تكسب 3 تكسب 4 أو 5 طالما عندك الفرصه في كده. يعني ماتش الاتحاد السكندري كسبنا 4 وكان ممكن نجيب تاني، ماتش الغزل المحله كسبنا 3 وكان ممكن نجيب تاني، المقاصه نفس الشيء، دجله على فكره رغم تعادلنا كان ممكن نكسب، ضيعنا فرص كتيره، مباراه سونيديب، المباراه الاخيره في سيراميكا، لكن جت وقفت معاك مثلا في ماتش دجله ضيعت فرص. فانت حاول تستغل الفرص اللي بتخلق ليك. مستر موسيماني لعب في معظم الماتشات 4-2-3-1 من ساعه ما جه، غير قلنا ابتدى يحط حمدي واكرم وديانج في كام مباراه زي سونيديب والماتش اللي فات سيراميكا وقبل كده ماتش الاتحاد السكندري، لجأ ليها كذا مباراه يمكن لغياب قفشه، كان وليد برده فتره كورونا، كان ناصر ماهر اتصاب، لكن هو لما ابتدت الناس دي تتعافى ابتدى هو النهارده يرجع تاني لنفس الشيء، يعني قفشه لعب في الشوط الثاني ادى بشكل كويس، رجع لمكانه الطبيعي. قفشه وكهربا لما نزلوا الشوط الثاني، وطبعا كهربا انا بتكلم على مركز 10 اللي علاء اتكلم عليه، اللي هو يعني استغنى عن المكان ده ولعب بشكل تاني في المباريات اللي قبليه. طب انا عايز اسالك سؤال في النقطه دي، هو معنى عدم وجود قفشه نغير طريق اللعب؟ ما هو حسب بقى الناس الموجوده، اولا لا طبعا هو طبيعي انه ما تغيرش طريقه اللعب، لان كان بيبقى وليد، بس وليد برده كان فتره طويله كورونا، ناصر ماهر اتصاب وفي موضوع الكتف دوت وغاب، هم دول اكتر 3 بيلعبوا في المكان ده. فهو احيانا المدير الفني لما بيلاقي المركز ده عنده نقص ممكن يغير في طريقه اللعب او في عناصر اللعيب في اللعيبه نفسها، اللعيبه الثلاثه المؤثرين في الحته دي غابوا، فهو لعب 4-3-3، لما رجعوا ابتدى يلعب ثاني، اهو النهارده لعب 4-2-3-1، والماتش اللي فات الشوط الثاني غير الطريقه من 4-3-3-4-2-3-1، لكن احيانا حتى لو الناس دي موجوده بيلعب بالاسلوب الثلاثه الارتكاز بس في المباريات مثلا الصعبه شويه، زي قلنا لما يكون مثلا ترجي بره، صن داونز، احيانا بيعمل كده. معانا تشكيل الانتاج الحربي، احمد يحيى لحراسه المرمى، السيد الشبراوي ناحيه اليمين، علي فتحي ناحيه الشمال، الاثنين اللي في القلب محمد الشبيني ومعاذ الحناوي، قدامهم 4 علاء سلامه، مصطفى الجمل، عبد الرحمن شيكا ومصطفى البدري، وقدام باسم مرسي ومحمد فيرا. كابتن عادل، يمكن
انت كنت متابع فرقه الانتاج الفتره اللي فاتت، فرقه الانتاج تقريبا مشي من عندهم اكتر من نص الفريق اللي هم كانوا مؤثرين وكانوا بيلعبوا بصفه اساسيه، وجابوا 11 لعيب، ولكن الكواليتي مختلفه ودي اللي مؤثره شويه على نتائجهم لحد دلوقتي. بص يا كابتن، اكيد يعني كابتن مختار بيواجه مشكله كبيره قوي يعني من اختلاف الكواليتي ما بين اللعيبه الراحلين واللي جم. يعني انت بتتكلم في شديد قناوي وعامر عامر ومحمود البدري وموسى دوارة ومحمد عادل ومحمد رجب وكليم رالا، يعني من اللعيبه اللي برضو تم اللي هم محمد رجب ولالا هم شكروهم يعني، لكن في المقابل جاب اسلام جابر كداخليه مش زمالك، جاب احمد ياسين، جاب شبيني، جاب طارق ابو العز، جاب تاحة، جاب احمد كوكا اللاعب كوكاكولا وليس احمد كوكا اللاعب الدولي اللي هو بتاع سموحة سموحة محمد رمضان، جاب بدر موسى برضو، جاب رفيق التونسي يعني ومحمد الشحات الشهير بالحضر، دول من اللعيبه اللي تقدر تقول عليهم اللي هم قدر يجيبهم، فالكواليتي مختلف كتير قوي. دي رقم واحد. رقم اتنين والمهم، انت بتتكلم في عناصر كل الفرق جابت حوالي، في فرق جابت 27 لعيب وفي فرق جابوا 18 وفي فرق جابت، ولكن هم عندهم ميزه كويسه في بتتلخص في الكابتن مختار مختار، ميزه فنيه عاليه قوي، خبرات عاليه على اعلى مستوى، دايما بيلعب بتوازن زي ما الكابتن اسامه هو بيهاجم، الكابتن اسامه قال، ولكن في نفس الوقت احيانا لما كان بيبقى عنده اللعيبه الكويسه قوي كان بيهاجم بس، لكن في الوقت الحالي افتكر ان هو هيدافع شويه عشان الكواليتي بتاع اللعيبه وبالذات مع الفرق الكبيره. هو هيواجه النهارده النادي الاهلي، هيواجه النادي الاهلي في مشكلتين كبار يعني، ويمكن كنا بنتكلم من شويه على طريقه لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب 4 3 3 واحيانا بيلعب 4 2 3 1. انا افتكر يمكن على مستر موسيماني بيشتغل على الفرق الخصم اللي هيلعبوا، بيدرس كويس قوي احيانا يعني، مثلا في ماتش سيراميكا الاخير من وجهه نظري موسيماني بدا المباراه بمين وختم بمين. هو عارف ان فرقه سيراميكا من اكتر الفرق اللي بتجري، بيجروا كتير قوي، وعارف ان هم في بدايه المباريات عندهم جري غير محسوب، دي حقيقه. يمكن سيراميكا انت لو شفتها الشوط الاولاني كانوا بيجروا النادي الاهلي وماشيين كويس قوي، الشوط الثاني اول 10 دقائق جروا النادي الاهلي واشتغلوا كويس قوي وخلص، وبعدين خلص. هو موسيماني اشتغل على دي، يبقى ده اكبر دليل ان هو عنده ايه؟ دراسه ورؤيه للفرقه اللي بيلعبها. لا الاتحاد السكندري لو فاكر بدا بثلاثه ديفندرات، مظبوط، ليه؟ عنده رؤيه في حته حسام حسن، عنده برضه الضغط والقوه والحاجات دي، اتفتحوا ثاني شوط واول شوط كمان يعني ما كانش عندهم فنيات عاليه، لكن انا بكلمك النهارده مثلا هو بيلعب 4 2 3 1، بيلعب 4 2 3 1 عشان فرقه الانتاج الحربي، هو درسها كويس. فرقه الانتاج الحربي عندها عيب خطير جدا، يمكن لو اتفرجت على الاجوان كلها العيوب اللي عندها من القلب، عندها حته السرد باكين بطء جدا في السرد باكين، اولا الخطوط متباعده قوي عن بعض، ما بيعملش اللي هو الخطوط ما بتبقاش متقاربه، بيبقى بدايه عامل عمق دفاع كتير قوي. وعندهم حاجه ثانيه يا كابتن، بيفقدوا الكوره بسهوله جدا السنه دي، ما هي عشان يعني حتى معدل، بص معدل الاستحواذ عندهم في معظم المباريات او في كل مباراه 48%. ما انا قلت لك يا كابتن ايمن، تباعد الخطوط بيؤدي الى انك انت دفاعيا ما بتبقاش جيد، حتى لما بتيجي تمسك الكوره ما بيبقاش في باص، طالما عندك تباعد خطوط يبقى في كرات طويله بتتقطع بسرعه عشان كده تفقد الكوره بسرعه، ولكن لو عندك انت تلاحم في الخطوط عندك هتعرف تنقل وتعرف تتحرك. الطريقه الهرميه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو واحد واثنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال وواحد قدامك، وتبقى في عندك حل واثنين وثلاثه واربعه علشان تعمل الباص، لكن هي الانتاج علشان امكانيات اللعيبه في تباعد في الخطوط عندهم. يمكن خبرات كابتن مختار هي يعني الكواليتي بتاع اللعيبه، يعني مش عاوز اقول ان اقل كواليتي في معانا على الشاشه كابتن يعني في الانتاج، يعني مثلا من اول مره اشوف الانتاج في يعني كل في اللاعبين الممتازين قوي، ولكن عندهم بيعوض كل ده عندهم بخبرات الكابتن مختار، بيعرف يشتغل الشغل اللي هو الفردي والشغل الجماعي، بيعرف يدافع كويس وبيشتغل كويس كابتن مختار. كويس كابتن شريف، ازاي النهارده مستر موسيماني يبدا المباراه؟ هيبدا ضاغط من قدام ولا هيسيب الاستحواذ للانتاج الحربي؟ بص يا كابتن ايمن، بالنسبه لزي ما قال عادل كده يعني ادانا شكل وافي عن الانتاج الحربي. الانتاج الحربي سوء النتائج اللي هي ابتدى بيها الموسم
خسارتين والتعادل، يعني بيحاول في كل مباراة، انما الحالة النفسية بتاعت اللعيبة برضو ما تاخدش منها اي ضمانات. فالنادي الاهلي هيحاول ان هو يستغل هذه النقطة الحقيقة، هيستغل زي ما قلنا احنا انتهى من مباراة سيراميكا للبداية في مباراة اليوم. اللي هو احنا النهاردة الدخول جوه منطقة الجزاء والانطلاقات بتاعت علي معلول مع ضمان وجود محمد مجدي قفشه هو ده اللي بيبقى الحاله اللي بتقدر توزع علينا الكوره اذا كان يمين او شمال او على الحاله اللي فيها اكرم توفيق ناحيه اليمين ومفيش ميس باص في حاله بدنيه لإيلي ديانج كويس قوي حمدي فتحي بيبذل كل المجهود فده بيبقى فعل في الملعب انا أيوه. بعد 10 دقائق من المباراه بتحس ان العمليه بتوفيها تدوير كبير قوي أيوه. ما بحسش ب 4-2-3-1 دي خالص أيوه. انا بحس ان انا بلعب 3-5-2 بحيث ان نص ملعبي زاد من اطرافي حصل اختراقات لكهرباء جنب والتر بواليا او لو كان محمد شريف بيبقى موجود يعني حصل في كثافه هجوميه في كثافه هجوميه وده الشكل اللي وفر لمستر موسيماني المستوى الاول من اللاعبين اللي هو يطيح بيه باذن الله او يبتدي بيه او يلعب على اي اساس فهو ده الشكل اللي انت بتتمناه اللي هو في ايه بعد كده الضمانات بتاعته احراز اهداف أيوه. هو مش عايز اكتر من كده احنا بقالنا فتره غايبين على الهدف الاول في الشوط الاول أيوة. يعني بقالنا فتره كبيره في الدوري كمان يعني تعادل متاخر بنكسب تاني تايم فلازم يبقى في تغيير من اللاعبين نفسهم ان هو من حيث انتهوا الى يبتدوا النهارده في اول 10 دقايق ربع ساعه للاستحواذ ماتش الاتحاد اللي بدانا فيه هدف مباشر ماشي لا ما بدات فيه في الاخر يعني نص ساعه بعد كده كان في عليه ضغط جامد وكده فما يسمحش النهارده مفيش ميز باص كتير اضمن النادي الاهلي تفوق كبير باذن الله باذن رب العالمين كابتن علاء الماتشات اللي فاتت عانينا من حته الانطلاقات الهجوميه ناحيه اليمين في ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده يمكن في تغيير من البدايه اكرم بيلعب مكان احمد رمضان هل ده هيبقى مؤثر شويه في ناحيه الانطلاقات الهجوميه من ناحيه اليمين يعني اكرم هل ممكن يعمل مؤثر ايجابي هيبقى مؤثر ايجابي مش سلبي دفاعي ولا هجومي؟ هجومي ايجابي يعني انت هتهاجم هتستغل الاطراف كويس لان ماشي. الاطراف المباراه السابقه واللي كان قبلها كان تعتمد على علي معلول بس مزبوط. احمد رمضان زي ما كلنا متفقين ماشي بيحاول لكن هي في الاخر امكانيات اكرم مع ان ده مش مكانه لكن الشوط الثاني لما لعب كان في شكل بشكل هجومي ناحيه اليمين والشمال بقيت تعمل الاطراف كويس قوي بيعرف يتصرف كويس قوي فتره العاره خدها اكرم استفاد منها بامتياز طبعا عشان كده راجع دخل في الفرقه بسرعه نص الملعب بيلعب كويس قوي ده مكانه بتحاول تستعمله ناحيه اليمين حتى لو لسه هاني مش فت بيشتغل كويس والتاني شغال كويس جدا فالراجل عمل طب انا ليه ابدا بهاني مش موسيماني قال لك طب ابدا محمد هاني لسه راجع من كورونا وكده طب ما انا هبدا بالراجل اللي انتهيت بيه اللي هو اكرم ومخلص كويس انا اكرم نهائي المباراه السابقه امتياز في المكان اللي هو مش مكانه لكن عمل مكان كويس قوي اعتقد النهارده برضه هتلاقي الاجنب شغاله كويس النهارده لازم الاجنب شغال كويس قوي كابتن مختار بخبراته الكبيره قوي عارف حافظ فريق النادي طبعا بص يا ايمن مفيش مدرب في 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 الدوري المصري في افريقيا ولا مش حافظ فريق النادي الاهلي صح حافظه بالاسم بالشكل بطريقه اللعب كل حاجه بس هو في الاخر انت في الملعب تنفيذك وشكلك انت في الملعب هو اللي بيخلصني بيخليك بيكبر اي نادي هو اللي يدافع انت بتفرض دايما سيطرتك اسلوبك دايما المهارات الفرديه اللي لعبتك بتعمل فرق كبير قوي عشان كده دايما انت متفوق على كل الفرق مفيش اي حد هات اي يعني مع احترامي الكامل اي حد اي واحد ماشي في الشارع قول له النادي الاهلي بطريقته ايه؟ هقول لك الطريقه واقول لك اللاعبين وكل حاجه لكن في الملعب بقى الشكل ازاي انت تنفذ ازاي انت تبقى انت ضاغط هجومي ازاي تستعمل لعيبتك ازاي تستعمل الاطراف كويس قوي خصوصا الاطراف لانك انت تعتمد على علي معلول تعتمد على اكرم توفيق كتير جدا النهارده خصوصا علي معلول كمان بيعمل حاجه جديده علينا ان هو بقى صانع العاب كمان مزبوط. بيعرف يعمل الكوره حلوه قوي من الثلث الاخير يعني بيوصلها كويس قوي ما بيوصلش لحد الخط لا مش لازم نوصل الخط يعني مزبوط. علي بيعمل تطور في حته الظهير الايسر صح مش لازم نوصل الخط لما بيوصل الخط كمان بيعمل حاجه كويسه قوي ايمن الناس كلها حته الدفاع بتلاقي الكره راجعه لورا وعملها مع وليد واحرز منها هدف علي تحس ان هو لعيب اللي بالك ده احنا شفناه في القلب كمان الماتشين اللي فاتوا ايوه وناحيه اليمين كمان يعني بيروح ناحيه اليمين يعني علي الله اعلم مستر موسيماني ولا هو من انطلاقه نفسه بقى عنده حريه حركه في الثلث الاخير اللي هو اتحرك في اي مكان انت عايزه أي. لكن بيبقى ضامن بحاجه ان في الو ديانج وفي حمدي فتحي موجودين يعني هو مكانه دايما متغطي ما عندوش مشكله كويس. هو مديله حريه ايمن
لما يكون عندك لعيب عنده المهاره الهجوميه الكبيره قوي دي حتى لو دفاعيا مش قوي، طب انا ما استفادش منه. الى جانب ان انت كل فريق بتدافع عليك، ما فيش فريق بيهاجمك. عشان كده طب ليه ما استغلش انا علي معلول، استغل ليه اكرم توفيق، مجدي، محمد مجدي موجود النهارده، اليو ديانج دايما ورا الفراوده، الحاله الممتازه اللي فيها كهربا، حسين الشحات، وولتر بوري النهارده. اعتقد النهارده لما كان كابتشير بيتكلم ان هو مباراه سابقه ما كانتش حاجات كتير تبين مهارته، جات له واحده شمال شاطه وحش، لكن في واحده كمان عملها بلد حلو قوي. لسه بقول لك انا عمل حلو قوي ورجع لورا طلع عمل استقاء هايل. لكن اعتقد النهارده هتلاقي الامور احسن، لانك انت عندك اطراف النهارده شغال كتير. محمد مجدي موجود، هو راجل بيتحرك كويس جدا، عينيه كويسه قوي، وبعدين في ميزه ممتازه راس حربه مش طماع يا ايمن، يعني دايما عينيه على اللي جاي. يعني بص الكره دي مين اللي عامل الكره دي؟ علي معلول عاملها من نص الملعب يا ايمن، يعني مش يعني احسن من اي بلاي ميكر ممكن يعملها بالدقه دي، ان هي تلف وتروح لبواليا. زي ما بقول لك علي معلول مع كل فتره بيقدم لنا حاجه جديده مفيده ليه هو كلاعب، مفيده للنادي الاهلي. زي ما بقول لك النهارده اكرم علي معلول اعتقد هتلاقي اطراف شغاله النهارده باذن الله ان شاء الله. يا كابتن اسامه زي ما قال الكابتن علاء، الاطراف هتبدا شغاله ورجعنا تاني ل 4-2-3-1. بس لما بتعمل ضغط عالي من قدام، لما ساعات بتاخد الكوره بيبقى عندك مساحات ورا ممكن يلعب عليها الخصم. وكابتن مختار يمكن لما جبنا الماتش الاولاني كان بيلعب على النقطه دي كويس قوي، ولو فاكر الشوط الثاني كان بيلعب، كان عنده سرعات وكان بيلعب على الحته دي. كابتن مختار هيفاجئنا بالضغط ولا هيسيب الاستحواذ للنادي الاهلي ويلعب على المساحات، وازاي يقدر يتعامل مع مستر موسيماني؟ ما انا قلت لك الكابتن مختار من المدربين اللي ليه طابع في اللعب في كل المباريات اللي بيلعبها، نادرا ما بتلاقيه متحفظ. يعني احنا مثلا في مدربين خلاص احنا من كتر ما شفنا المدربين في حفظناه. مدربين حفظناه، يعني مثلا كابتن طلعت يوسف، كابتن حلمي طولان، كابتن طارق العشري، دولت عندهم التحفظ ثم الهجوم. في ناس منهم الكابتن مختار رقم واحد عنده انه بيلعب بهجوم ضاغط وما بيعملش، مش ما بيعملش حساب الفرق الثانيه، انه طبعا زي ما عادل قال وعلاء وشريف انه لا بياخد باله طبعا من الدفاع وكده، ولكن كتر الاندفاع الهجومي غصب عنك بيحصل مساحات ورا، بيحصل خلخله ورا في حتت معينه، خاصه لما بتكون الفرقه بتلعب كبيره كمان اكتر، فبتشوف الثغرات ديت وتعرف تستغلها. وبعدين حاجه ثانيه، اللياقه البدنيه بتاعت الفرق الاخرى ممكن ما بتصمدش قدام النادي الاهلي والزمالك والفرق الكبيره لو فضل عايز يهاجم على طول، فبتيجي في التلت الساعه الاخيره او ال 25 دقيقه الاخيره بتلاقي المساحات وسعت اكتر. فدي هل بقى الكابتن مختار عشان النتائج اللي هو جايب 4 نقط من 5 ماتشات، هو بالنسبه للجدول هي مسيئه جدا، لان معظم الفرق باستثناء الاهلي زمالك المصري هو انا بتكلم على المساحات اللي زي دي. يعني دي كانت بدايه المباراه، خلي بالك انا بقول لك ممكن في البدايه تحصل، بس بعد كده النادي الاهلي هيقدر يستغلها قوي لو هو فضل يهاجم على طول. طب هو هيلعب بالاسلوب اللي هو لعب 4-4-2 فعلا، ولا هيلعب 4-4-1-1؟ لا بص، الكابتن مختار على طول بيلعب 4-3-3، بيلعب بواحد ارتكاز قدام الاربعه، واحد يمين واحد شمال علاء سلامه وعبد الرحمن شيكا، وبيلعب ثلاثه قدام. واحد ارتكاز قدام الاربعه، مين اللي هيلعب؟ مصطفى الجمل. مصطفى الجمل، وبيبقى عبد الرحمن شيكا وعلاء سلامه شمال ويمين اللي هم الثلاثه. وبعدين فييرا بيبقى واخد الجنب اليمين غالبا، وده اسرع واحد فيهم وبيلعبوا عليه، يعني هو يحاول ان احنا عندنا نقطه قوه علي معلول في الهجوم عشان دي الجبهه القويه بتاعتنا اللي هو بيلعب على الحته دي بسرعات محمد فييرا، وبيلعب بماسك مرسي راس حربه ومصطفى البدري ناحيه الشمال هناك، يعني الاربعه 3-3. هو بيلعب حتى السنه اللي فاتت بيلعب كده، والسنه اللي قبلها بيلعب كده، مع الاتحاد السكندري كان بيلعب كده، مع كل الفرق تملي بيلعب 4-3-3. طب في حاله تقدم علي معلول، هل فييرا هيبقى قدام ومستني كره تلعب في الحته الفاضيه، ولا هيرجع مع علي معلول؟ طبعا اكيد هيرجع، لانه مش هيستحمل مع انطلاقات واحد زي علي معلول، مساعده قفشه، مساعده كهربا، الشبراوي لوحده، ولو حتى علاء سلامه جنبه مش هيقدروا يستحملوا الطوفان الهجومي اللي بيبقى عند النادي الاهلي، فلازم فييرا بيرجع. بس هو عنده اندفاعات وسرعات كبيره ناحيه اليمين لما بيلاقي مساحات فاضيه، فييرا بيبقى خطر. وطبعا باسم مرسي احنا كلنا عارفينه، ومصطفى البدري
كان لعيب كويس ولعب في اسوان معايا ولعب في النادي الاهلي. كان علاء ما يبرق جابه للنادي الاهلي اعتقد في كان علاء رجعه للنادي الاهلي. علاء كان جابه وبعدين رجع تاني دلوقتي اتنقل تاني من 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 اسوان للانتاج. لعيب كويس بيلعب ناحيه الشمال بس السرعه هو حريف ومهاري لكن سرعات محمد فييرا هي اللي هتبقى مقلقه شويه ناحيه اليمين بتاعتنا. فده طبعا لازم ايمن اشرف بيقفل فيها شويه، حمدي فتحي لازم يقفل فيها شويه في لحظه انطلاق علي معلول للامام. يعني كابتن عادل شايفين النهارده محمود كهربا بادئ من بدايه المباراه وكهربا يمكن المباريات اللي فاتت لو حسبنا له عدد المباريات اللي هو قعد فتره كان عنده كورونا وبعدين المباراه الاخيره لعب اربع مباريات دوري ومشي افريقيا جاب خمس اجوال بمعدل كل مباراه هدف وده مأثر على القوة الهجومية للنادي الأهلي. أكيد. النهاردة مستر موسيماني بيدفع بيه من البداية. كويس؟ أه. كويس أوي. أوكي. حلو. وجود محمود كهربا ورا والتر بواليا هنشوف وراه بقى التكملة والزيادة العددية جنب والتر بواليا كراس حربة تاني ولا هو هيفضل متمسك بحتة الطرف الشمال ديت؟ لا هو بص هو كهربا بيلعب على الجون على طول. لازم نعترف بكده، حتى الجون اللي جابه الماتش اللي فات اللي هو سيراميكا اول ما نزل جابه ما بين الباك رايت وما بين السيرد باك ناحيه اليمين. كويس. من الفرقه الثانيه يعني الحته العكسيه. كهربا بيعرف اول ما الكوره بتبقى ناحيه حسين الشحات كهربا بيبقى راس حربه ثاني. حلو. ده عادي جدا. كهربا بينزل احيانا مكان مجدي قفشه في الوسط. ماشي. علشان يعمل الاختراق الطولي لان كهربا قوته في الاختراق الطولي. الحاجه الثانيه المهمه كهربا عنده حاجه واحده بس احنا نتمناها طول الوقت انه يبقى فت وفي التوب فورم بتاعه. احنا عارفين كهربا هداف اسرع واحد في الفرقه في الوقت الحالي بعد وليد سليمان يروح على الجون ده كويس. كهربا كويس. فكهربا لما يبدا المباراه انا بفتكر انه ودي حاجه بتبسطني انه هو يبدا المباراه لان كهربا من اللعيبه اللي لو جم هتلاقيه عامل اداء كويس. يمكن انا كان في اتصال بينه وبينه كهربا في الموضوع ده كان بيتكلم على انه هو مصمم جدا ان السنه دي ان شاء الله يبقى هداف الدوري يعني ودي حقيقه ولان هو عنده الميزه الافضل في الوقت الحالي في لعيبه النادي الاهلي بعد وليد سليمان كويس. الحته التهديفيه نسبه التهديف بتاعته عاليه. كهربا لو ان شاء الله اشتغل ووصل للتوب فورم بتاعه وما حصلش اي حاجه مشكله بالنسبه له اصابه او اي حاجه اقدر اقول لك ان كهربا هتلاقي المعدل التهديف بتاعه ما يعديش مباريتين الا لما يكون جايب هدف او اتنين. بس هو كابتن اسامه اتكلم عن حاجه وقال لك ان قوه الانتاج في الناحيه اليمين بالذات. اه. هل هيكون ليه دور في الناحيه الدفاعيه بمساعده علي معلول؟ هم حاطين يمكن الكابتن مختار او اي مدرب لما بيجي لاعب النادي الاهلي هو ليه بيحط تقله كله في الناحيه اليمين؟ علشان الناحيه الشمال عندنا هي الناحيه المهاجمه قوي. حلو. فبيعمل ايه؟ علشان انت تفسد الناحيه الشمال بتاعه النادي الاهلي تحط ناس تهاجم في ناحيه اليمين. كويس. هو المشكله ان هم مش عارفين ويمكن مش سر يتقال يعني انه مشكله المدافع بتاع النادي الاهلي ما بيبقاش في الطرف اللي بيلعب مع علي معلول بيبقى في الديفندر بتاع نص الملعب. في تعليمات اي مدرب لما يطلع علي معلول لازم التعليمات اللي بتعمل ايه؟ ميلان ايمن اشرف ناحيه الباك ليفت ده رقم واحد، ميلان حمدي فتحي ناحيه الشمال على علي معلول، لان لو علي معلول اتهدد في حته ان هو لو طلع واتلعبت من وراه واتعملت فعلي معلول مش هيهاجم كتير. قوه النادي الاهلي في علي معلول من ناحيه الشمال علشان كده هو كابتن مختار حاطط الناحيه اليمين عنده قويه لكن كهربا محتاجها في الناحيه الهجوميه. كويس. زي ما احنا بنتكلم يا كابتن دلوقتي انا الانتاج وانت النادي الاهلي انت بتقول همسك مين ناحيتهم ناحيه اليمين عندهم قويه لا هم بيقول لك ناحيه الشمال اللي عندهم الاقوى يعني انا ههاجم الناحيه اليمين بتاعتهم ههاجم علي معلول من افضل المدافعين اللي بيجوا من تحت ولا هاجم كهربا اللي هو من احسن اللعيبه اللي بيدخل جوه وبيروح يجيب جون وهداف كبير. هي دي الحته اللي لازم نتكلم فيها. هم مش هياخدوا المبادره هم هيدافعوا هم مش هياخدوا المبادره لا هيدافعوا الاول عليهم يعني مش هيعمل زي الماتش اللي فات اللي هو بتاع لا. بص انا اقول لك حاجه كابتن مختار في الفتره الحاليه مش زي السنه اللي فاتت. المباراه السنه اللي فاتت حاجه والمباراه السنه دي حاجه ثانيه صح ما عندوش امكانيات ما عندوش امكانيات السنه اللي فاتت امكانيات بتاعت المره اللي فاتت بتديله ايتاح ان هو يبتدي بسرعات يعمل شيء محسوب عارف ان هو بيلاعب مين رد فعل نادي الاهلي سريع جدا فهو بيعمل كل شيء محسوب. المره دي
الحاله النفسيه زي ما قلت لك عليها بتاعت لعيبه حتى مش مساعداه. ما اعتقدش هو عادل بعد اذنك يعني. مع الكابتن شريف وعادل كلامهم منطقي جدا. يعني الطبيعي لو انا فكرت دلوقتي هقول ايه؟ ان انا اتحفظ شويه مع النادي الاهلي والعب على هجمه مرتده. بس انا الكابتن مختار من 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 معرفتي بيه الله اعلم احنا مختلفين، ممكن يعمل زي ما عادل بيقول وكابتن شريف، وممكن يعمل زي ما انا بقول. يعني انت ما تشوف بيراميدز الماتش اللي فات برده بيهاجم على طول، لما تشوف ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه في الاسماعيلي بيهاجم على طول. هو ده اسلوبه. وانت قلت لما كان في كورونا وناقص كتير قوي برده هاجم. بس ممكن ممكن هو بيشوف الاهلي لاخر ماتش لعب ازاي. كابتن انا معاك، انا ممكن يعني يعمل اللي انت بتقوله. مفيش اقوى من اكمل وجسمه. هنروح لعادل. مفيش اقوى من فرقه سيراميكا في السرعه والاستحواذ والانتشار في الملعب. فهو اعتقد ان هو لازم اتفرج عليها الماتش اللي فات، فهي الاستراتيجيه بتاعته هتبقى بهذا الشكل. انا بقول لك انت كلامك منطقي، انا بقول لك انت كلامك منطقي والكابتن عادل كلامه منطقي، بس انا بقول لك من مفهوم الكابتن مختار ممكن مع قوه الاهلي وشافه كده برضه يهاجم. انا بقول لك ممكن يعني ممكن ياخد هذا الاسلوب دي يا كابتن. خلينا نكمل وجهه نظري. اقول لك حاجه، كل فرق الدوري اللي بتلعب النادي الاهلي ما عندهمش البلان بي. بمعنى اول حاجه بيخافوا منها الهدف الاول. الاتحاد جبنا جون مبكر كسبنا كتير. اول حاجه بيعملها المدرب انه ياجل الجون بتاع النادي الاهلي في البدايه، انه يطلع الشوط الاولاني لا متعادل لا جايب في الجون كنادي اهلي. ليه؟ علشان النادي الاهلي لو جاب جون بدري يبقى لازم الفرقه تتحول من ناحيه دفاعيه اللي هو نازل يشتغل فيها الى ناحيه هجوميه. فايه اللي بيحصل؟ بيعمل البلان بي بتاعه ما بيقدرش. النادي الاهلي بيبقى عنده المساحات، النادي الاهلي بيضغط وبيجيب الجون الثاني والثالث. فكل فرقه بتفكر، وانا النهارده الكابتن مختار يفكر كده، انه كل ما الوقت يزيد للانتاج الحربي بالتعادل مع النادي الاهلي، كل ما الوقت يجري والنادي الاهلي ما يجيبش جون زي سيراميكا لما حصل عنده فرصه، يبقى عنده فرصه ان هو يعمل البلان بي اللي هو البيني، اللي هو مش كل الماتشات بيعمل اي مدرب بيعملها. ما فيش مدرب بيجي يلعب النادي الاهلي من البدايه. سيراميكا لما جريت كتير ايه اللي حصل؟ موسيماني سابهم يجروا ولعب ثلاثه في نص الملعب عادي جدا، ما فيش اي مشكله. الشوط الثاني نزلوا ضغطوا، عمل ايه في الاخر؟ عمل التغييرات بتاعته، لعيبه كوره كويسه، مجدي قفشه لعيب كوره كويس قوي بيعرف يحط الباص البيني، محمود كهربا بيعرف يروح يجيب جون وبيعرف يجيب جون كويس قوي، والفرقه وقعت بدنيا فحصل كده. فاكيد الكابتن مختار زي ما الكابتن شريف قال شاف الموضوع سيراميكا وشاف الجري الكتير هيقف ويتحفظ، وده الطبيعي انه لازم يعمل كده. طالما اللعيب عندك اقل يبقى انت لازم تعمل الحته بتاعت الثبات. بس في ايمن بعد اذنك دقيقه او نص دقيقه قبل ما تخش العلاء، ساعات في مدربين يقول لك انا كده كده هتغلب من النادي الاهلي. انا بقول لك في مدربين بيفكروا كده يعني بنسبه كبيره هم اقرب، فانا هجازف برضو، انا هفضل ادافع وهتغلب برضو. لا انا هلعب كوره. في ناس بتفكر يعني الماتش ده مش في الحسبان. في ناس بتفكر بهذا الاسلوب يعني في أنا مدرب عنده قلب وفي ايوه انا بقول لك مش قلب مختار. هي في الاخر هي في الاخر يا اسامه اللي بيلعب النادي الاهلي النسبه الاكبر بالنسبه له ده هو كسبان. ايوه كويس. في واحد بيحاول بيطول المباراه الشوط او الهدف أيوة. لاكبر وقت ايوه صح. في واحد كمان زي بيتكلم اسامه ان يقول انا في كل الاحوال خسران، طب انا ليه ما العبش اضغط على النادي الاهلي ممكن اجيب جول فاهمني كده. لكن هي كلها حسابات. هو في الاخر عنده مشكله ان نسبه خسارته من النادي الاهلي عاليه جدا. زي ما كان عادل بيتكلم كويس قوي ويمكن شوط واكمل وممكن اطلع بنقطه زي ما عمل هو دي دجله. طب اقول لك انت فاهمني؟ قول يا اسامه. نفترض ان هو بدا الماتش مفتوح وهاجم النادي الاهلي من قدام كويس ودخل فيه جول، هل هيكمل على الاساس دوت ولا هيقف في نص ملعبه؟ لا هو في الوقت ده ايمن مش عايز بقى النتيجه تزيد. هو في الوقت ده يقول لك لا لحد كده كويس قوي، بدل ما اخسر 3 4 اخسر 1 او 2 بدل ما اخسر 3 4 بالنسبه لاي. بص ايمن 3 و 4 بالنسبه لاي مدرب تبقى تقيله قوي يعني. حتى لو الراجل ده مدرب كبير وفي مصر كمان عايز بيتكلم وعنده امكانيات كويسه وعنده ثقه بينهم مجلس ادارته، لكن ثلاثه واربعه تبقى كتير. عشان كده ما انا بقول لك المدرب بيحسبها كده. كل مدرب في الاخر ايمن بيحسبها انه انا مش عايز اخسر النهارده من النادي الاهلي، ولو خسرت ما اخسرش كتير. انت فاهمني؟ لان احنا الوقت كلنا بنتكلم على كل سوق كان بيتكلم عليه الوقت كان اسامه وشريف وعادل قال لك الاتحاد الاهلي كسب كام الاتحاد؟ اربعه وكان ممكن يبقى اكتر عشان هي النتيجه الاعلى. عشان كده بقول لك كل مدرب بيفكر كده مش عايز اخسر. لكن لو
جالي فيها هدف بدري وبعدين كابتن مختار اكتر واد عارف في النادي الاهلي. النادي الاهلي هدف ما فيش حاجه اسمها هدف، بيدور على الثاني والثالث والرابع عشان الموضوع انتهى بالنسبه له. بس هو هيلعب بالطريقه دي يا كابتن ولا زي ما قال كابتن اسامه هيلعب واحد قدام الاربعه الديفنس و فييرا ناحيه اليمين اربعه وفي ثلاثه هو اربعه يعني فييرا هيبقى مايل مع يعني هو قريب انه يلعب النهارده 4-1-4 هيبقى مايل ناحيه يمين محمد فييرا. هي دي لو كان اسامه بيتكلم هي ميزه محمد فييرا وهيستغلها كابتن مختار سريع سرعات وعايزه ناحيه اليمين اللي هو ممكن يلاقي مساحه اللي هتبقى ورا علي. اتفضل. دور حمدي فتحي وديانج في النقطه ديت هو دور حمدي فتحي وديانج وايمن اشرف. وايمن اشرف لان ايمن اشرف بيميل سنه بدري بنوم بياخد الراجل ويبقى في عندك دايما في اثنين زياده في نص الملعب اللي هو ديانج وحمدي فتحي. أيوة. وغالبا يا ايمن اللي بيساعد النادي الاهلي ودي طبعا على فكره ميزه مش قليله ان بيجبر اي منافس ان هو اللي دافع عليك. ايوه انت فاهمني؟ مظبوط. يعني النادي الاهلي الميزه دي بيلعب بيها على طول ان هو بيجبرك انت ازاي تدافع عليه. أيوة. لكن بعض المدربين ممكن سيب النهارده محمد فييرا لما كان اسامه أيوة. استغل في واحده مرتده. أيوة. محمد فييرا بسرعته ممكن يعمل عليك قلق لكن ايمن اشرف بيميل في عندك اثنين مدافعين في نص الملعب لو واحد بيكمل هجمه الثاني مستني ومايل ناحيه عالي اكتر. مين الافضل ان هو يكمل حمدي ولا ديانج؟ يعني احنا في الفتره العاديه احنا علي معلول ومحمود كهربا وقفشه وحسين الشحات والتر بوالي ديانج اللي كان ديانج عنده اختراق طولي قوي جدا وعنده اربع خمس خطوات سرعه قوي التسديد بتاعه هايل في الكور الثابته حمدي افيد من ديانج ان الكور بيلعب بدماغه كويس جدا لكن هو حمدي في الحته دي زي ما كان السوليه وديانج ان في واحد دايما بيستنى لكن غالبا النهارده حمدي اللي هيستنى وتلاقيه مايل ناحيه عالي شويه مش هتلاقي اكرم على الخط هتلاقي اكرم جوه شويه لكن عنده المساحه فاضيه يعني اكرم ايمن مش زي علي واخد المساحه من بدري اكرم دايما هيسيب نفسه المساحه اللي هروح فيها لما الكره تيجي ودي ميزه اللي عملها النادي الاهلي الشوط الثاني شوف كان بيتكلم ان كميه الجري جريس سيراميكا انك الشوط الثاني انت خلقت ناحيه اليمين عند اكرم بقت مشكله ثانيه انك عايز تدافع على علي وعايز تدافع على اكرم المساحات كانت موجوده اللي بيتعب اي مدافع يا ايمن او اي خط دفاع كتره التحرك بتاعتك ودايما بتسيب مساحه تروح فيها يعني ما ينفعش اكرم يروح ناحيه اليمين زي ما عاد كان بيتكلم دلوقتي ويقف وعلي معلول شمال يقف يبقى انت عملت ايه؟ انت ما عملتش حاجه خالص الناس كلها مدافعه كويس قوي والناس كلها شايفاك فانت ما عندكش مشكله نعم مثل لعيبه النادي الاهلي بيسيب مساحه ويبدا بعد كده يروح المساحه الفاضيه. طيب كابتن شريف ايه نقاط الضعف اللي ممكن يلعب عليها النهارده ويستغلها مستر موسيماني في فرقه الانتاج الحربي؟ بعد كل اللي قلناه على الانتاج الحربي ده ان هو في حاله الجرأه اللي احنا اتكلمنا فيها دي هيحاول يعمل فراغات في وسط الملعب ويمكن يتهيأله ان الاطراف بتاعته بتتقدم هو ما فيش يعني فييرا ده هو كل سرعاته بتاعته ناحيه اليمين بيحاول يتغلب باسم مرسي بيحاول يصطاد له واحده ياخدها بشماله ياخدها بيمينه انما النهارده انت لما هتهاجم باطرافك كمان بقى عندك فراغات كبيره او سرعات كبيره قوي لذلك انت كنت اتكلمت على علي معلول قلت ايه؟ علي معلول علاء قال لك بلاي ميكر ايوه انت قلت علي معلول بلاقيه في العمق أيوه. علي معلول بحسابات معينه بيجي القادمون من الخلف زي كهربا وعلي معلول والنادي هي دي الحسابات اللي انت تقدر تهاجم فرقه الانتاج منها اللي أيوه. هو التقدم اللي هم هيفتحوا أيوه. للثغرات فيه لو لعبوا زي وادي دجله وحاولوا زي يطولوا الماتش ويتكلموا الكلام ده دي حاله بتبقى استثنائيه انك انت كمان في عدم توفيق تام يعني وادي دجله ان هو فتح الملعب ويرد ويرجع معاك ويقفل لك ويحاول يضغط عليك ده حاله بتبقى عندك غيابات في الفرقه يبقى فريقك مش كامل الحاله البدنيه مش مساعدك تماما كل الفرص اللي جات لك ما استغلتهاش بس انت النهارده كابتن تقريبا كامل حتى قفشه بيلعب من بدايه المباراه انا اتكلم على الحالات الاستثنائيه اللي هي ليه عادل قال لك بتبقى عايز يطول معاك الماتش يطول معاك بس انت كمان مش موافق انت كمان ما فيش كل كوره بتروح ما بتخشش انت كمان في حاجات كتير قوي من الشكل اللي بنبني عليه زي ما يكون وجود محمد مجدي قفشه موجود ما كانش موجود مثلا في اول هاف تايم الفرق شكل ايه حتى ارقامه معانا على الشاشه حاجه ثانيه خالص ثاني هاف تايم فانت كمان بيبقى عندك مستوى اول من اللعيبه اللي انت بتدور عليهم اللي هم بيحرزوا اهداف زي كهربا محمد شريف بينزل نفس الشكل ونفس الطابع عنده السرعات بس عنده التركيز بيروح ثلاث اربع كور ولا ما بيروحش على الجول عندك وولتر بوايليا ده الحقيقه الراجل في وسط ال 18 انا شايفه عنده من الايقاع انه يستلم ويحضر اللي جاي وعنده من الايقاع ان هو يهدف وعنده من الثقه كمان ان هو موجود في المنطقه دي فدي الاستغلالات كلها انا اقدر الانتاج الحربي يعمل حساباتي فيها مش الانتاج الحربي اللي انا اتكلم عنه النهارده
النهارده ازاي هيهاجم عليا وازاي يقدر يتخلل دفاعات النادي الاهلي. بالعكس انا كل خط في النادي الاهلي حتى ايمن اشرف انا بحس انه بيقدر يبني هجمه مزبوط. في الطوليه من بعيد وبيشوفها حتى ده الشناوي بيبني بص انا وانت بنقولها بق واحد الشناوي عامل كورتين السنه دي بجونين صح. يعني في رؤيه للملعب لعيبه مركزه وحاسه بالقيمه اللي هي عملتها الماتش اللي فات والقيمه اللي هي مطالبه منهم في الفتره الجايه اعتقد هو ده الاداء اللي احنا كلنا بندور عليه. ده حتى شناوي الماتش اللي فات الانتظار اللي خده كان بيعمل هجمه واعده والراجل اداله الراجل مسكها بايده واداله هو كابتن اسامه اديت الحكام بما فيه كفايه. كابتن اسامه توقعاتك للشوط الاول سريعا. اعتقد النادي الاهلي عنده قدره ان يجيب اجوان في الشوط الاولاني خاصه بعد الشوط اللي عملوه في سيراميكا. المفروض احنا انا مع كابتن شريف ان احنا لازم يبقى فعل يعني احنا لازم نبقى ضاغطين ومهاجمين ونحاول نستغل الفرص في الشوط الاولاني. فانا اتوقع الاهلي هيبدا بالشكل ده خاصه في وجود قفشه وكهربا وواليا اللي عمل ماتش اللي فات كويس ربنا كمان يوفق الشحات الرباعي مؤثر جدا ومعاهم علي معلول ده خماسي خطير جدا في الهجوم غير برده لو ديانج طلع. فانا اعتقد ان يبقى في ضغط على فرقه الانتاج بس انا برده لسه بقول ان كابتن مختار برده من المدربين اللي بيحاول يهاجم حتى وهو عنده ثغرات في الديفنس المدافعين بس احنا المفروض احنا نكون الفعل يعني. كابتن علاء ممكن نشوف اهداف مبكره من بدايه المباراه ولا هتتاخر شويه؟ هو ده التفكير ايمن هو مش عايز يضيع وقت زي الشوط الاول في سيراميكا وعايز بسرعه عايز يدور على هدف والثاني عشان تبقى المباراه بالنسبه له تقريبا انتهت تماما ما لعبش تحت ضغط. النادي الاهلي مش من الفرق بتحب تضيع شوط ويلعب شوط ثاني مش قلقان لكن عايز يجيبوا هدف بسرعه. فانا بالظبط اعتقد النهارده التفكير الاول ازاي ادور على الهدف الاول وبدري ان شاء الله عشان كده وبادئ بقوه الهجوميه كلها في بدايه المباراه ان شاء الله. كابتن عادل هنشوف اهداف مبكره النهارده الشوط الاولاني ولا والله لو النادي الاهلي احرز هدف مبكر اقدر اقول لك النتيجه هتعلى قوي ان شاء الله. الطبيعي ان النادي الاهلي النهارده يكسب من البدايه لانه لعب بالمجموعه الهجوميه دي المباراه اللي هو مش متحفز بيها. في مباريات بنبقى متحفزين في البدايه شويه اللي هم بنلعب بثلاثه ديفندرات من غير طريقه اللعب وفي مباريات بنضغط من البدايه. طالما عرفت ان قفشه بيلعب يبقى هو لازم هيعمل الضغط الامامي هو عشان يجيب جون مبكر ان شاء الله يجيب جون مبكر. وانا اتوقع ان النادي الاهلي النهارده ممكن يعمل نتيجه ايجابيه وكبيره باذن الله. كابتن شريف اهداف الشوط الاول باذن الله بنفس الشكل بنفس المفهوم اللي اتكلمنا بيه باذن الله. الاهلي عنده طابع واحد بس هو نكسر بقى حته ان هو الهاف تايم الاولاني بنتاخر في عن اهداف باذن الله يكون في اهداف توفيق كل حسين الشحات وواليا وبقيه اللعيبه وكهربا باذن الله. باذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول ارجوكم انتظرونا.